ده. الفني الرعائي بحيث ناخذ صوره عامه شامله بشكل مختص عن الامراض القلبيه، لكن انا شفت المحاضره شوي كثيره يلا خليني مع الصوت يطلع هيك بدون ما يتحسن. مسموع صوت ورا؟ مسموع. قلت لها خليني هيك ابلش بالتحضير قبل العيد بدي اخلص وبعد يكون دخلنا في المحاضره. انا في محل كنت عم بشتغل بتخلص منها عم اجي، لكن سبحان الله اليوم طبت في راسنا. خلينا نشوف. طبعا هي فيها حكي نظري كثير، لكن الشيء اللي بيهمنا يعني هو الشيء العملي والامتحاني. لازم احنا نفحص مريض القلب، نعمل قصه سريريه متكامله، نسوي تامل، نسوي جز، نسوي اصغاء، نعرف وين البؤر، لازم نعرف الاصوات القلبيه الطبيعيه عن الاصوات المرضيه، هيك لازم نخطيه بمهاراتنا هيك، مرض سريريه واعراض التشخيص حكيت عنها قليلا. لازم ناخذ بعض القصص لبعض الامراض، ونعرف بعض المتلازمات. لانه المتلازمات الشائعه ضروريه، لازم نعرف نوع الآفة الخلقية الولادية، آفة الخلقية المولادية مع متلازمة معينة، مثلا متلازمة داون ليش بيجي أكثر شيء مع مثلا قاسية يعني. طبعا القصة السريرية، القصة السريرية أساسية في وضع تشخيص مثالي لأي مريض. فأنت لما تكون طبيب ماهر لازم تاخذ قصة متكاملة، مو بس مرحبا كيفك شلونك مريضنا، لا لازم تاخذ قصة وتعرف صفات العامة وتعرف كيف تفحص المريض وتعرف شو تاخذ ميزات، تعرف تشوف الاوضاع النفسيه والاجتماعيه والعائليه والسوابق الدوائيه والسوابق الجراحيه، لازم كل شيء. فالمريض القلبي قصته السريريه اساسيه لتعطيك تشخيص مثالي، خاصه في عندنا حالات خطيره بنشوفها في المجتمع بتكون احيانا طبيعيه، لكن بالفحص تعطيك حاله مرضيه نوعيه. كثير من المرضى القصه السريريه ما بتعطينا صوره عن سوء الحالة العامة، يعني كثير من المرضى القصة السريرية ما بتعطي صورة عن سوء الحالة العامة، يعني احنا بنشوف مريض عنده تضييق في الشريان السباتي بنسبة 90%، لكن ما في عنده أي شكاية. يا ما بنشوفها، يا ما بنشوف في عنده تضييقات في الشريان السباتي بتكون قليلة، لكن مريضك عنده دوار وعنده صداع وعنده اضطرابات عصبية وعنده علامات نقص تروية قلبية. فما ضروري بتكون الشكاية بمعيارها الأعلى هي دليل على إصابة مرضية خطيرة. إيه عم نشوف مثل ما قلنا شرايين سباتية، قد لا يبدو أي مريض عنده أي نفقة في السباتي، لكن بتكون عنده مشكلة قلبية كبيرة تضيق صماء مظهري مثلا. ويا ما بنشوف شيء معاكس. احيانا امهات الدم الابهريه البطنيه كبيره، لما بتساوي انت تحط السماعه على البطن تسمع لغط في البطن او تسمع مرمر نفخه في البطن على مستوى الابهر، بتحط جس، انت ليه بتساوي جس؟ بتلاقي في ام دم على مستوى الشريان الابهري كبيره، احيانا تكون صغيره، فممكن تكون عرضيه، ممكن تكون غير عرضيه، وهي حالات بنشوفها كثير، يعني بيجونا امهات دم في الابهر بأعمار متقدمة وعندها تضيق في الأبهر، تكلس في الأبهر 70% وعايش حياته الطبيعية. بيمشي وعين الله عليه، بالصدفة بنسوي إيكو دبلر بالبطن تلاقي في عنده أم دم أبهرية كبيرة. أحيانا يكون عندنا تخثر وريدي أو شرياني عميق، ما بيكون عنده أي شكاية. فما ضروري القصة اللي بتجينا بتدل على آفة مرضية، ما بيكون الموشر تكون العرض دليل على شدة الإصابة أو قلة الإصابة. لازم ناخذ نحن تواتر الأعراض، إمتى بتجي الأعراض، مدتها قديش بتطول، وشدة الأعراض، إمتى بتشتد، إمتى بتزول، إمتى بتطلع بتنزل، والعوامل تحرض الأعراض المرضية، والعوامل التي تريحها، وهذا ضروري خاصة لما بنشوفها في الآفات الخلقية والأمراض الخناقية. لازم نسأل عن القصة العائلية، أي مريض بيجي عندنا في العيادة نسأل أبوكم ما فيش عنده سوابق، في شيء عنده ارتفاع توتر شرياني عائلي، في شيء عنده ارتفاع شحوم عائلية وهذا بنشوفه كثير، في شيء أمراض قلبية مرافقة، أمراض وراثية، في حدا من العيلة صار عنده مشكلة إكليلية بعمر مبكر،
في حدا توفى من العائلة بعمر مبكر؟ هذا كله لازم نسأل عليه. إذا كان عندك مثلا، سألت مريضك في عندك حدا من إخواتك مثلا توفى بعمر 20-35 سنة، تحط في بالك آفات العضلة القلبية الضخامية التسددية، يعني في عندي مشكلة بعتلاقي عضلة قلبية ضخامة، ونشوفها هاي وفاة مفاجئة. لما يكون عندك مثلا واحد عمره على 50 سنة آفاته القلبية بلشت تبلش عليه بألم ونقص تروية وإصابات كليبية، إلا ما يكون واحد في العائلة مصاب قطعا. فالعوامل الوراثية ضرورية جدا في سؤال مريض القلب. فقط الكوليسترول العالية ما بنشوف مرضى في عندهم ضمن العائلة الواحدة، كلا أفراد العائلة عندهم ارتفاع في الكوليسترول العالي، شوفوها كثير هيك في المجتمع. سكر من العلامات الأمراض الثانوية لازم تحطها في بالنا، هو السكر وقصور الكلى وترافقها مع الآفات القلبية وكيف تتبارى الآلام. تطاول كيوتي خلقيا، مسافة الكيوتي الطبيعية بنعرفها أقل من 440 ملي سكن. فكثير بنشوف حالات نمو قلب مفاجئ عند شاب ما عنده أي مشكلة، بيكون عنده آفة خلقية وراثية، يعتلى عضلة قلبية ضخامة كيوتي مطابقة. ارتفاع التوتر الشرياني أمهات الدم متلازمة مع الفارق أعلق عليه لاحقا، والحفل العضلي اللي بتاخذوه بالعصبية، يعني مجموعة من القصص لازم نسألها. تفضل سؤالك. دكتور في دكتوري في عائلة قال لي عنها إنه كان فيها أربع شباب، جاء دكتوري انصابوا إصابة عين، إصابوا ثلاثة هم ماتوا ثلاثة شباب يعني بأعمار 20-25 صابوا بالكوفيد. بس إصابة كوفيد يموت. يعني بعائلة شباب لأنه يمكن إصابة قلبية ولا لا. هلا بنحط في الباب، يعني هلا نحن هلا في الوقت الحاضر احنا بنقول كل قصور قلب حاد هو كوفيد حتى يثبت العكس بالنسبه للقلبيه لنا. يعني لما يكون عندك كوفيد اول شيء بنضربه العضله القلبيه بيساعدها قصور قلب حاد، بتلاقوا مرضى الكوفيد زلت انفسيه والذراعه بتقطع نفس والاكسجينيز وزمات وبرسم الشطر بس شيء من زي ويصبح قصور قلب حاد بينكسر مع الوقت. فنحن بنقول القلبيه كل قصور قلب حاد هو كوفيد حتى يثبت العكس. ممكن يكون عنده في مشكلة في النقل وارد، ممكن يكون عنده شيء آفات خلقية ما في نقل، لكن إلا يكون في عنده مشكلة. بس على الكيوتي في أدوية تأثر عليها؟ طبعا في كثير تأثر راسية مثل أسترو راسية سوابق الدوائية، يعني لازم نطلع نحن على كيس مريضنا ايش بيحصل على الادويه، ايش هو العوامل الدوائيه الادويه اللي بتحسس المريض بالضعف من الحاله القلبيه بنسال عليها. مثلا الزله التنفسيه ممكن تتغطى من قصور القلب الحائر استعمال حاصل بيتا ونشوفه كثير هذا خطا متداول، او حاصل قنوات الكالسيوم على راس الدلتيازين، او النانسيترويد انتي انفلاماتوري دراكس ادويه مضادات الحيوانات اللاسيترويديه. لازم نحن دائما نبعد عن الجونات والبروفينات لمرضى القلبيين، هذول بيفاقوا مزله التنفسيه. الدوخه، يعني في عندنا ادويه ممكن تسوي انخفاض في الضغط وعلى راسها النترات حبه تحت السنه نتروكريستالين بتسوي انخفاض ضغط، بالتالي مريضنا بتحس مباشره بالصداع والدواء. الايس كمان بتسبب حصرات للدم. الخناق التيروكسين ايش بناخذه؟ نعم التيروكسين بسبب خناق قلبي المنشأ اللي بناخده في الوزنات، تتفاقم الوزنات بالسترويدات والنونسترويدات بالإضافة إلى النيفيدبين والأمنودبين. النيفيدبين إيش كان عندنا؟ حاصرات كلس. نعم والأمنودبين فسبب وزنات. نحن دائما بيجينا مرضى حطوا بين قوسين، يجينا مرضى عنده ارتفاع توتر شرياني بعمر 40-50 سنة، بلاقي حافين على طول جريمة ورمين، بسوي له القلب ما في عنده أي مشكلة، عضلة قلبية كويسة وضغطه مضبوط، خلصية ممتازة، ما في عنده قصور قلب، طلع على كيس الدواء عنده أمبوتربين، غير الأمبوتربين لدواء ثاني،
بتروح الحاله. فلازم نكون شوي دقيقين من الاشياء. اضطرابات النظم كنا عم نحكي عليها زمينا، وخاصه نطور الكيو تي على راس البي دي. بسبب تطور الكيو تي احيانا بيكون تسرع بطيني البي تي او تورسادو ديب واي، او ممكن تؤدي الى موت مفاجئ او جفاف سرطان البطين. حاصرات بيتا اتفاق مع عرض متقطع، لازم تنتبه اسنان مثل السريريه بتجيك واحد عنده عرج متقطع. عرج متقطع ماذا يعني؟ يعني في عندي داء اكليلي محيطي، داء وعائي محيطي، مريض يمشي 100 متر وقف 5 دقائق بكمل 100 متر، وقف 5 دقائق هذا اسمه عرج متقطع. في عندي اصابه عصبيه على مستوى المحيطيه، ممنوع تعطي حاصل بيتا، حاصل بيتا بتلاحظ السكور بتزيدها. لازم مباشرة تشيلها، حط خطين تحتها. مخدرات ما مخدرات الأدوية لحظة فاضية. القصة الاجتماعية بنسأل عن التدخين، كم واحد بدخن عندنا من الشباب هون؟ ولا واحد؟ كم واحد داخن؟ واحد، ثلاثة، كمان بس ثلاثة، أربعة، كويس، صفر ما راح يسمع، خمسة، التدخين لازم مثل عليه. احنا دائما بنقول للمدخنين النقطة التالية، في كثير من كثير من المرضانا القلبيين اغلبهم مدخنين امانة وعامل خطورة اساسي المدخنين، فبنيجي نقول له لمريضنا لازم تبطل الدخان. انا بكون باكيتي في جنبي وقتها غلط يعني. فانا بشيل باكيت وبكيت، يا يعني باخذها بشيلها بكون ما طلع الدخان طبعا. طبعا في عندنا شغلة، كل مريض مدخن كل مريض مدخن وعنده إصابة إكليلية حادة لننتبه. إذا كان مركب شبكة، في عندنا نوعين الشبكة، إما تكون شبكة دوائية أو شبكة معدنية. الشبكة الدوائية كسقف عمرها 15 سنة، يعني إذا كان عمرك 60 حطيت شبكة دوائية 65 بدها تسكر. إذا كان عمرك 50 عمرك 65 بدها تسكر الشبكة، تضطر تسوي توسيع ثاني. حتى إذا كنت أنت مواظب على دواك المعدنية وحافظ الشحوم وسوي الرياضة وتنمية وعين الله عليك. لكن الشبكة المعدنية 5 سنين من 7 سنين عمرها. لكن إذا كنت مدخن شبكة دوائية بينزل عمرها للثلث، يعني عمرها 15 سنة بينزل عمرها 5 سنين. وهذا بتخوف مريضك، إذا مريضك حياته 3 شبكات، يعني بتقول له أنت حياته 3 شبكات 3000 4000 دولار. 4000 دولار بعد 5 سنين بروح يسكر. اترك الدخان، يخاف، اترك الدخان. وهذا بنقنعه بهيك حالة. مع العلم انه مريض الاكليلي مستوي جابج يعني مجازات الشريانية، التدخين اقل تأثيرا منه على الشبكات. دراسة اقل. الكحول الحمد لله ما في عندنا. القصة المهنية، القصة المهنية خلينا نشوف بعض الحالات المهنية بتفاقم السكرات القلبية وعلى راسها داء رينو. داء رينو العمل في الاجواء البارده قد يحرض الاجواء البارده للدور. ياما بيجينا مرضى عندهم اصابات اكليليه حاده، صار عندهم اشعه قلبيه في الجو البارد، وبنشوفها في ايام الشتاء. يعني الجو البارد بيحرض مجموعه من العوامل البروستاجلاندينيه بتاثر دائما الى تفاقم خناق الصدر حتى دائما. التعرض لبعض المذيبات العضوية، العمال اللي بيعملوا في الإزازات الكمبريسر وكذا كمان في عندهم مشاكل ظهرة رينو. رينو بتعرفوا رينو ما هيك؟ عالم أحمر أصفر أخضر، هذول يكون عندهم تشنج وعاية على مستوى الأوعية المحيطية بتاخذوه بالدموية. بينزلوا في الأعماق بغطاسون، بصير عندهم تكامل نقطة بيضية فسكر بصير فيها صمة آسف. السوابق المرضية وبنسأل إذا كان عنده حمى رثوية، ليش يصير حمى رثوية؟ إذا كان في عنده إصابة حمى رثوية إصابة صمامية قطعا لازم نسأل هل عندك التهاب الوزن متكرر مزمن في مرحلة الطفولة؟ في عندك آلام مفصلية؟ في عندك إصابة كلوية؟ ثلاثة حمى رثوية، إصابة قلبية مفصلية كلوية. فنحن نقول الحمى الرثوية تعض القلب وتلحس المفاصل، تعض القلب
وقت تلحس المغمصة تعض القلب تضرب لك الصمامات الأربعة. ونحن في منطقتنا في سوريا وحوض البحر الأحمر المتوسط أخذ الصمامات رقم واحد بعد ارتفاع درجة الشريان عالي. كل هذا شو يساوي؟ حمر قوي. هي بلاية تضيق قصور أبها تاج رئوي وثلاثي الشرق. سبب المرضية لازم نسأل عن ارتفاع التوتر الشرياني، ولازم نسأل عن السكري، ولازم نسأل عن الكلوي. هذول أربع شغلات ما بننساهم. في إصابة رئوية، في إصابة سكرية، في إصابة كلوية. أتمنى أن نساهم. بعض مجموعة من الأمراض في إجبار وكذا. لا أعلم. أول شيء ألم الصدري. الألم الصدري أحيانا غالبا بيجي المريض بدون ألم صدري، لكن الألم الصدري القلبي له ميزات. إحنا أخذته نحن في سلسلة التزمة الأكلية الحادة. يعني هو ألم ضابط حار طامع ثلاث سنتين. في شيء ضابط عندي، في شيء عم بحرقني حرق، يقول لك طعمة السكين. هذا الألم القلبي كل واحد بيعبر إما إكليلي شيء عضلة قلبية أو نقص تروية أو خناقة أو ارتفاع الضغط أو قصور القلب وإصابة صمامية. كله هذا ألم القلب. لكن ألم الأشياء هو بشوف ألم الناخز. ناخز يعني بشوف لك عندي ألم هون انتشر هون، أي متلازمة الشاي عند النساء خاصة داخل سنة. رح ناخذها لاحقا. امتداد الألم إله دور. يعني ألم القلب يمتد من أسفل الذقن حتى الشرسوف حتى لوحة الكتف في الخلف. مساحة الامتداد مساحة واسعة ومدته له كمان الحكي هذا في أرقام كثير بتهمنا في الآسيا. صحنا أحيانا بيكون الألم صامت زي ما بيجينا مرضى على الإسعاف عندهم ألم مبهم، ألم بطن شرسوف خاصة متقدمين في العمر، عملوا تخطيط الشعر القلبية ما عتبت الألم عنده عالي. بيجينا مريض السكري كمان عتبت الألم ليتألم عالي، لأنه في عنده اعتلال أعصاب محيطية، واعتلال الأعصاب أنت لازم يكون عندها ألم حاد جدا لما بدك تتألم بده عتبت عالي، بده عتبت ألم عالي. فكل مرضى السكريين بيحتشوا بده ألم صامت كثير بنشوف. فالألم الصدري أنا عندي ألم في الصدر، هاي الأمراض اللي لازم نعرفها. في عندي الآسي إس، في عندي الصمة، في عندي الريح الصدرية، تسلخ أظهر، التهاب دامون، تمزق مري، تضيق أظهر، العضلة القلبية ضخامة، أمراض جهازية هضمية، داء المنطقة، داء المنطقة، مكتف داء المنطقة، داء الزناري، التهاب الغضاريف، تنادر تايتس، التهاب الغضاريف الضلعية القصية، الألم الصدري النفسي النشأ دا كوستا. في شيء من الألام دول، في شيء ألام مهددة للحياة. مين اللي الألام المهددة للحياة؟ تسلخ الأبهر. واحد شو هو؟ مهدد للحياة؟ مهدد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. مهدد. سبعة. لا. ثمانية. لا. تسعة عشر. طب هذا شو ده؟ تسلخ. التهاب غير محسب. حسب الشو؟ إذا كان مع انسداد بيكون مهدد. إذا كان مع انسداد غزير بيكون مهدد. إذا كان مع سطام تعصب. إذا وصلنا لمرحلة السطام التاموري فهذا مهدد للحياة. هاي آلام ما تنساها. رح ناخذها بالآسي إس، لكن آسي إس منظمة أكثر. يعني ناخذها هذول كلياتهم بينزلوا تحت التشخيص التفريقي لمين؟ احتشال العضلة القلبية. هو احتشال العضلة القلبية، التشخيص التفريقي لألم احتشال العضلة القلبية كلها هذول. رح ناخذهم بشكل مقاربة الألم. يا مريض القلب في عنده تعرض شكوك
في عنده ارتعاش تعيان، ارتعاش سرع في النفس، مشاكل هضميه خاصه اذا كان الشعر سفلي، حرب المناعه. احيانا يترافق مريض التهاب مع ترفع حروري، وهذا غالبا الذي نشوفه. تسلق الابهر عاده الم صاعق ما باللحظه، يعني تعرض لشحوب ورشيد. العوامل اللي بتتفاقم الالم الصدري: الجهود الشديده، واحد يسوي بالجيم ما بيلعبش ويت جيم لايكر طلع على الشعب الخلفيه، كميه الاكسجين الوارده للعضله الخلفيه قلت في مرحله الدايس لو. احيانا حاله نفسيه بشوفها كثير، خاصه بعد مشكله في العائله تعبير الحجه والحجه الجراحه. الطقس البارد والريح، وجبات كبيره خاصه الدسمه طبعا. احيانا يشعر بالارتشاء من الم عفوي. التهاب التامر في له الم، في له صفه مميزه الم التامر، غالبا بارتباع انتان تنفسي، في عند التهاب في عضله التامر، وهذا الالم يزداد في الاستلقاء والخفف في الجاع. العوامل المريحه: الالم الخناقي يتحسن بالراحه، اكيد لما بتساوي الجبهه كميه الاكسجين اقل فبزيد الالم. ما بيهمني غير وقت اخذ كل وقت. هذا كان خناق لا طبعا في مفارقه، بشكل عام الالم الخناقي في الراحه بيستحضر. مكان الالم كل واحد بيشير الى مكان انتشار الم، والالم الارتشائي مثل انه من الذقن الى السكرسور الى الثديين الى الخلف الى لوحي الكتف. ما ضروري انه يكون الانتشار خلص منتصف الصدر، انه والله اجاك الم هون انا عندي الشعب القلبية، او انت بتوقع احيانا بتروح احيانا بيكون الم شرسوري بتكون عندك الشعب القلبية، احيانا بيجي الم بين الكتفين فقط الشعب القلبية حسب موقع الشريان المصاب. هي بوينت باسفل الدقن، النقطة هاي. لك عندي الم هون، مين تخطر في بالك الشعب القلبية؟ أول أنا حكيت قبل أكثر مرة، أول مريض ارتشاء صادفني في حياتي شاب عمره 27 سنة، يعني أصغر من كنت. عم بشكي من ألم بين الكتفين. ألم بين الكتفين. أنا كنت أول نهار بنوقف فيه يعني في كل ساعة. أول هيك ضجة في الحياة، بلاك مقدر تحس فيها. فأول سؤال لأنه له شو بتشتغل؟ قال بشتغل بشيل حجر. زلمة بعمر يعني بشيل حجر، إيش تتوقع له؟ أكيد ألم رقبة، ألم تسنسي، ألم مناقية، ألم غراس، ألم فاضي. أعطوه دكتور وخليه. أعطيناه دكتور وصل لباب المشفى. طبعاً الحالة صدمته شيء 27 مرة فقط قبل ما طلعنا على العناية. امشي حاله ثلاث شبكات، 27 سنة ما بعطيك كل ألم في الصدر تخطيط. كل ألم شرسوخي لمتقدم في العمر تخطيط. حطوها هون حالك. كل ألم شرسوخي لمتقدم في العمر تخطيط. كل واحد كبير في العمر بيشكي من غثيان القيع والم في المعده تخطيط. كل مريض سكري مع زله تنفسيه تخطيط. كل مريض قصور كليه مع زله تنفسيه تخطيط. انا ما بيوصفوا الالم، عتبه الالم عندهم عالي. فلا تنسوا التخطيط. اجراء سريع دقيقه واحده تخلص. انتشار الالم مثل ما زمن الالم ضروري. مضطر بكره ناخذ بالار سي اس وفارقه كبيره بين زمن البدء وزمن الزوال. كل واحد له رقم محدد، كل واحد له مكان الفحص. شوفوا على مكان انتشار الالم. ممكن الم ينتشر سوق، ممكن الم ينتشر لليدين اسفل الذقن. ممكن الم يكون موضع في الصدر، لوحي الكتف. هذا الالم الصدري، الديسبينيا الزله هي شعور المريض بالتنفس، تنفسي او احساس غير مريح للتنفس. مريض متضايق شوفوا هالوقت هاي عم يسحب نفسه كثير. هاي علامة شائعة لقصور القلب وإصابات الصدمة يعني. تحدث بشكل مفاجئ في الولد مثل الرئة الحادة. بكرة بالنوم كل هذه المشاهير بنشوف قصور القلب وأزمات الرئة الحادة. شو مريضك بيقدر يوقف هالوقت فيها بزرع بالأرض نفسه. بده هو الدنيا كلياته ما بيجي، يعطيه ابره لازكس يمشي حاله.
احيانا بيجي فريق الصدريه الرغو تحسس لانشاء جسم اجنبي، ما بيهمنا نحن بيهمنا بس الزله التنفسيه. اسباب الزله التنفسيه لازم نعرف اسباب قلبيه ولا قلبيه. اسباب القلبيه قصور القلب على راسها سبب جمهوري داء الشرايين الكليه لان عضويات القلبيه. الرئويه كثيره مش ما حطيت السير، العصابيه والنفسيه كثيره ويسبب شائع. كثير من تخربطنا السبب الثالث مع مشاكل القلبيه خاصه بالاعمار المتقدمه 30 35 سنه. هذا السبب في الفحوصات نبض 110 120 اعطيها حبايه مهدر. احيانا فقر الدم اكيد فقر الدم رح يسبب الزله، فرط نشاط الدرق بدانا ترفع حراري حماض كيتوني سكري. الزله يعني الزله عرق كبير من درجه تحته تخيلوا 16 مره الزله هي بس هيك المشهورات. مين منا ما في عنده ما شاف مريض فقر دم زله تفكر مريض قلبي هو ايش بيكون؟ مين ما في عندنا في الاسره فرط نشاط درق حصول درق زله بدانه زله. شوف انواع الزلة لازم نعرف. الزلة الجهدية سيرشا هي الزلة اللي بتحكي خلال الجهد وتخف بالراحة. تصنف حسب النيها. النيها هي جمعية نيويورك الأمريكية لتصنيف الزلة. مين بيحكي لي عن النيها؟ عندي صوتك. أربع درجات. الدرجة الثانية عن الجهد العالي، الدرجة الثالثة عن الجهد الصلب العالي، الدرجة الرابعة من التحرك حلو حلو، بس أنا أراك كويس. النية تصنيف الجمعية الأمريكية للزلة التنفسية، الزلة التنفسية قصور قلب، رح ناخذ الحكي في قصور القلب، لكن لا ضير إنه نمر عليها شوي. النية أربع درجات، الدرجة الأولى المريض يشعر في زلة تنفسية على التمارين الرياضية الشديدة. يعني يقول لك بلعب مباراة كرة قدم والله بعد ربع ساعة شو بلها هي على التمارين الرياضية الشديدة. أو بيقول لك واحد أنا سويت جري سريع شوي يعني بعد مشوار تقريبا 1 كيلو صرت أتعب. هي زلة على الجهود الشديدة. أو واحد بيسوي جيم بيتعب كلها بتصير عندنا الزلة. لكن الزلة هي فيك أنت تلعب فاضي لمدة ساعة بشكل تواتري بدون ما بتلحق. يعني بتطلع في طابة 5 دقايق بتفح بالأرض، لا هي أكيد نية متقدمة. الزلة هي زلة، الزلة الدرجة الأولى على الجهود الشديدة. الدرجة الثانية على الجهود المتوسطة، يعني بيقول لك واحد بمشي 500 متر لا أتعب. جهود المتوسطة، أو بطلع تلة بالتعبير العلمي، بطلع تلة لا أتعب. الدرجة الثالثة على الجهود الخفيفة، بمشي 200 متر بيتعب. الدرجة الرابعة هو بيرك بيتعب. هو بيرك بيتعب. شفتوا مريض هو بيرك تعبان؟ مرضى بصوت قلب مرضى هو بيرك عاوز يسحب نفسه. هو بيحكي بالحكي. هذا بس يقوم بواجباته اليومية. هو بيرك. في عندنا أربع تصانيف، درجة أولى، درجة رابعة. الدرجة الأولى على التمارين الشديدة، الدرجة الرابعة هو جالس. ثانية ثالثة ما بينهم. ثانية 500 متر ثالثة بسهولة. أنت بقول أنت بميز بين الثانية والثالثة، بس أنا بريد سؤال واحد. حسب بتقطع طابتين بسهولة، بقول لك جاي بحسب مرتاحة. زلة ارتجاعية أورثوبينيا كمان هي لازم نعرفها. تحت عندي الاستلقاء، كم درجة للزلة الارتجاعية؟ هي حسب الوسائل تماما. يعني خدت درجة أولى، الثانية درجة، الثالثة درجة، خمس درجات حسب عدد الوسادات. كل ما زادت الوسادة كل ما أعطينا درجة. الزلة الانتيابية اللي هي البي ان دي هي التي تنقذ المريض من النوم، رح نحكي عليها الإصرار الخاص. الزلة التنفسية الوضعية تحدث خلال الاستلقاء من طرف لطرف. والزلة التنفسية الانتصابية تحدث أثناء الوقوف. طيب بدنا نعلق شوي عليها. هاي الزلة التنفسية الانتصابية، زلة عند الجلوس كان مستلقي وبرك صار يلعب، ينهد. مش هيك بصمم رح نشوفها كثير.
زلل تنفسية اضطجاعية تحت عند الاستلقاء. طبعا هاي يمكن ان نقدرها بعدد الوسائل التي يستخدم المريض في اثناء نومه. اللي بتلاحظه في البيت، في الاسره، في المجتمع، واحد بينام على مخده واطي، واحد بينام على مخده عالي، واحد عنده مخدتين لينام، واحد ثلاثه لينام، مريض قلبي يحط خمس مخدات لينام، في مريض هو بيعرف هيك بينام. بنشوف في المشاهد بنرفع السرير بزاويه 45 لينام، بحط السرير بزاويه 90 درجه لينام، تصور واحد كل حياته هيك بيعرف لينام. قصور قلب متقدم. مشكلة كبيرة. آلية حدوثها اللي هي زيادة العود الوريدي خاصة في الأطراف السفلية، يؤدي لزيادة احتقان الرئوي والعكس بالعكس. طبعا علامة مميزة لقصور القلب لكنها غير نوعية للسي او بي دي، مرضى الرئويين أو اكتئاب العصبات المتكررة المزمنة. يعني إن تحسن الزلة التنفسية على المدرات يقترح خارط فيها قصور قلب. قصور قلب خط الأول علاج مدرات، بينما تحسنها بعد طاقة موسعات قصبية معناته مشكلة رئوية. الزلة تتحسن بعد طاقة نيتروغليسرين موسع شرياني وريدي، هي زلة ألم القلب. لازم أعرفها، لازم تميز بين الزلة قصور القلب على المدرات ترتاح، والزلة القصبية على الموسعات شادات بيتا، والزلة بتتحسن بعد عطاء النترو. هاي المية درجة الأولى مريض قلب دون تحدد وظيفي، فالجهد العادي لا يسبب أي إشكال أو خفقان أو زلة، لكن الجهود الشديدة. بس أنا بدي أعلق كلمتين. الدرجة الثانية لا يوجد أعراض أثناء الراحة أو الجهد الاعتيادي. لا يوجد أعراض أثناء الراحة والجهد الاعتيادي، لكن الجهد المتوسط للشديد بيصير عنده. الدرجة الثالثة أقل جهد بيصير عنده أعراض، والدرجة الرابعة هو الجهد بيصير عنده أعراض. لكن خلينا بس أعلم تعليق أول كم كلمة. رح ناخذ في محاضرة قصور القلب الربط ما بين درجات قصور القلب مع النية. الدرجة الأولى هو مريض قلب من تحدد وظيفي، والدرجة الثانية مريض قلب مع تحدد وظيفي بسيط، والدرجة مريض قلب مع تحدد وظيفي شديد، مريض لا يستطيع أن يقوم بأعماله. كل واحد لهم دراسة خاصة عليكم، شوي شوي بنفهمها. الزلل الانتيابية الليلية حط كمان تحت قوسين، هي زلة تنفسية مفاجئة تأخذ المريض من النوم بحال اختناق وخوف من اقتراب الاجل او الوهان، حيث تترك الفراش بيطلع برا بس يسحب الاكسجين نص ساعه بده يروح. اليه حدوثها ارتفاع مفاجئ اثناء النوم من الضغط على الاورده الاوعيه الشعريه الرئويه، زيد الضغط الاسفين الشعري، تحدث فقط عن ما لديهم بالاساس ارتفاع ضغط نهايه الانبساط، تضيق تاجي وقصور قلب كما تحدث في مرضى الربويين. هاي بنشوفها كثير كلمتين تضيق التاجي، رح نعلق على موضوع الصمام، تضيق قصور الصمام التاجي، رح ناخذ مساله ما بين تضيق الصمام التاجي و بي دبليو بي سي. وانا مريض بيقول لك والله انا بالليل بتضايق بفتح الشباك بسحب اكسجين، خلاص لازم تربط عندك ياها يا جيتك المساله قصور تضيق التاجي يا قصور التاجي. الآن زيت الضغط خفقان ليش؟ أسبابه كثيرة، من الحالة النفسية للمرضى القلبيين، حكي كثير على خفقان فخذوا لحالكم. خفقان نحن بهمنا بالخفقان خفقان تخطيطية، على الاس في تي بهمنا بسرعة قلب الجدي واضطرابات المرض. حكيناها كلها، تقول غشي سايكو فقدان مؤقت وتام للوعي ناجم عن نقص تربيه دماغيه عاليه. الصفه المميزه نحن عندنا غش من منشا قلبي وغش من منشا عصبي. كيف اميز بيناتهم؟ بيجونا كثير مرضى عالي ساعات طبت راحت بعد شوي صحيت،
خاصة عند النساء ضروري كل الحكم مثلا النساء. النوب التي تدوم عدة ثواني ودقائق دون اختلاجات هي نوب غشي القلب. حياة القلب غشي القلب ما بيطول فوق الدقيقتين. لما تكون بكرة إن شاء الله منور أنت بالعناية القلبية تجيك واحدة عمرها 20-25 سنة طبيعي صار طبق صار 20 دقيقة حط إجراء مش غش القلب دقيقتين، غش القلب عصبي ساعة نص ساعة ما بس ساعة طبعا بس بعد نص ساعة بدخل عندي في سكورة لكن طبعا بنزل شوي مع الساعة. الغش العصبي هو غش زمني طويل، الغش القلبي قصير. هناك أربع أسباب رئيسية للغش: الغش القلبي، الغش الوعائي العصبي، وغش هبوط الضغط الانتصابي، والسكات الدماغية. الغش القلبي حكي كثير عليه، لا نغنيات على رأسها، توقف القلب جيبي، تضيق أظهري، اكلال عضلة قلبية ضخامة، الورم المخاطب وبيني، تطاول كيوتي ومتازمة بروكادر. هلا أنا هذول كلهم راح نمر عليهم، لا نغنيات أخذناها نحن كلنا. توقف الجيبي نوبستوكس آدمز هاي بنشوفها في حصارات العضلة القلبية التامة. تضيق الأظهري رح نعلق عليه كثير في الصمامات. في العضلة القلبية رح نعلق كمان عليه. الورم المخاطي سرطان سليم ضمن الأذينات في فيديو بنفرجيك عليه. كيوتي حكينا متلازمة بروكادر هي متلازمة لازم نميز فيها ما بين الفي تي والاس في تي عريض المركب نحكي عليها في سلايد خاص. الغش العصبي الوعائي العصبي ما بيهمني ما بلازم. الوزنات كمان من العلامات الشائعة لمرضى القلب. ممكن تكونوا حاجات الجانب وثنية الجانب. ثنية الجانب بشوف في قصور القلب قصور كل الجزء المتأزمة الفوزية. هذه تنصرف يعني تحط تحت صف كبير من الأمراض. مو شيء ثابت أو شيء أساس على القلبية. مريض عنده وذمة مع زلة تنفسية جهدية أو ضجعية هو من قصور القلب حتى يثبت العكس. مريض عنده وذمة مع حبل هو تسمع كبد. مريض عنده وذمة مع توذم مع تقرحات في الأطراف يكون في عنده قصور وريدي مزمن. هذا الحبل من العلامات الشائعة لمرضى قصور القلب وخاصة قصور القلب أيمن ولا الأيسر؟ أيمن. في أعراض غير نوعية ممكن هي مريض السعال والتعب وألم بطني وطعام الكلاب ورد الأطراف حمى عريان بحت صوت. هذا بيقول لي شلون تجي بحت صوت في ضخامة خطاط تضغط على العصب الحنجري الراجع ضخامة أذينات نعم خاصة أذين النصبة. نحن نشوف بحت صوت في سؤال اسمه سيرفيجا مريض عنده زلة تنفسية جهدية درجة ثالثة مع زلة ضجاعية درجة ثالثة. راجع العيادة الصدرية بشكل متكرر بسعال. راجع العيادة الصدرية بشكل متكرر بسعال. تم وصفه الأدوية التالية 1-2 كل صادات ومساعة بصلية. تفاقمت حالة المريض خلال شهر-2 دون استجابة. تم مراجعة العيادة القلبية، حطينا السماعة، عطينا نفخة انبساطية متوضعة على الرابع الخامس أيسر القص. نفخة انبساطية مع شداد S1 و S2 وشداد ضغط الدم. ضيق ضيق رح ناخذ لكل صمام له مسألة سريرية بشكل مفصل. الصمامات له محور حلو كثير. فضيق صمام ثاني. تم إجراء إيكوقلب توسع في الأذين اليسرى ضغط العصب الحنجري بعد 14 وين هو عم يداوم صاحبنا؟ العيادة الصدرية وين تكون مشكلته؟ أعطيه شوية مدرات ويمشي الحال. تشخيص التفريغي تشخيص الحالة تضيق تاجي قصور تاجي تضيق أظهري قصور أظهري في المسألة الأخرى. بس واحد يشغل إدراك السابع عنده الحاسة السابعة بيشغل.
الزرقة كمان بنشوفها الزرقة لازم نعرفها عند الأطفال، كان زرقة مركزية وزرقة محيطية لازم نميز بيناتهم. وشو هي أهم الأسباب لها؟ هي الدكتور نادر بيعطيكم إياها. النفث التنووي من العلامات اللي بنشوفها بالمرضى القلبيين بنشوفها تمام، خاصة في وزن الرئة الحادة وتضيق التاج. تضيق التاج يعني كثير التاج بح الصوت نفث التنووي. طبعا النفث التنووي سبب تمزق الأوعية في بعض العصبات، صم رئوي، تمزق أم دم أبهرية، استعمال المميعات الخاصة للوارد الفري. نحن في القلبية بنشوف أكثر شيء النفس التنووي منشأ الوارد الفري، ولذا بدنا له صمام تاجي أبهر يعني نعطيه مميع دم، نعطيه مضاد تخثر على رأس الوارد الفري. الوارد الفري صمام صنع يعني الوارد الفري له معايرة نحن نطلب له بي تي اي ان ار. نشوف زمن نزل زمن تخثر، لازم نزيد زمن نزل بي تي اي ان ار. فنحن بنضبط الرقم اذا كان تضيق تبديل تاجي ولا تبديل ابهري او تبديل الصمامين معا في مرضى كثير يعني. فبكون اخذ جرعه زياده صار عنده لطخار ونزف تحت الجلد كدمه بالاضافه الى نفخ الجرعه بنشوفه كثير صراحه. خفف الجرعه فوق بنشوف في اعراض اخرى، التهاب الشغاف، رجفان المدينه. رجفان المدينه يعتبر عرض وعلامه صراحه، ارتفاع الضغط. فحص الجهاز القلبي للعالم. طبعا هدول الكلام حكاها نظري كثير، ما في شيء هام يعني بس لازم نحفظها. مين فحص مريض قلبي؟ 1 2 3 4 في ناس فحصوا مريض قلبي؟ شباب فحصوا 4 5 وصلت المسألة عنها كمان وجود ثاني مسألة. لازم نقارب مريض القلب، لازم نلمس مريض القلب ونعرف كيف نتصرف معه. من يعني من أروع الفحوصات هي الفحوصات القلبية وألزها على القلب وخفيفة يعني ما بدها شيء. لكن طبيبنا لازم يكون في عنده أفق واسع لما بيفحص. لازم دائما بأي فحص بيشغل دراما دوينا خلاص ويربط المعلومات الفحص مع التخطيط مع الايكو بيعطي نتيجه. بحياتك ما راح تلاقي بكره بالفحص انه انت صغيت نفخه عملت تخطيط. في شيء على التخطيط والنفخه بيتقارب، في شيء على النفخه والايكو بيتقارب، مستحيل. طالب الحربوخ بيسمع نفخه تضيق التاجي، نفخه قصور التاجي، نفخه قصور الابري، تضيق الابري، البي اس دي، تضيق الرئوي، بعد الغازي كلهم سمعتوا نفخات ما هيك؟ يعني ما سمعنا نفخات ال ما اجانا لا طبعا هيك سير سمعوا نفخات، سير سمعوا نفخات سير سمعوا ان شاء الله. كأي جهاز لازم نتامل ونجس ونظلم. مريض القلب مبين موتشو، مريض الالم خناقي ومريض القصور. دائما انا بقول للشباب اذا بدي اشخص القلبيه بحط جدول خطي قلبيه في جدولين، زله الم احيانا بيتداخلوا مع بعض احيانا لا. زله الم، الالم اشياء خناق مستقر غير مستقر، ألم أحيانا تضيق الصمام وقصور الصمام. 3 ارتفاع التوتر الشديد بيعطي أحيانا ألم، زلة قصور قلب، قصورات صمامات، ارتفاع توتر شريان. هي 7 أمراض بالقلب، 7 اثنين بس زلة ألم. فبيجيك واحد عم بيلعب عم بيفرح، عندك خيار واحد، خيار الأول قصور القلب. قصور القلب هو المحصلة النهائية لكل أمراض القلب، ارتفاع ضغط قصور القلب، إشاء قصور القلب، تضيق صمام مالك معالجة قصور، قصور صمام مالك معالجة قصور القلب، ارتفاع كل سرعة عالية مالك معالجة قصور القلب، فقر دم قصور القلب، ضغط نشاط ضرب قصور القلب. لا تتأمل قصور القلب شلون الوجه بيجي، تأمل تسوي مقارنة بين المريض القلبي والمريض
الغدي. من ترك المتلازمات الشائعة تعطيك وش المريض القلبي متودم، وش مدور متورم. مين وش كوشنج؟ لازم تأمل، لازم تشوف متلازمات كوشنج. الوجه البدري والجدع والبدانة الجدعية سلام لا تتناسب مع نقول الأطراف، لازم نشوفها. لازم نشوف منظر قصور الدرق ترافق مع قصور قلب على النتاج، ناقص النتاج وليس على النتاج. لازم أشوف إذا كان في عندي طفح على الوجه، وهذا طفح تضيق الصمام التاجي، السحنة التاجية. لازم أميزها عن الذئاب الحمامي الجهازي، راح تاخذون انتم ب الرثوية ديال الحمام الجهازي، أحسن تبع الفراشي، طفح الوجه الفراشي التي تعفو عن الطي الشفوي الأخير اللي ما بيجي هون سي ال ما بتجي على الأمبليفاير. كمان لازم أشوف إذا كان في عندي احتقار في الوداجة، لازم دايما أحط إيدي وأطلع عليه. التنادر واليأس، في مجموعة من التنادرات نركز عليها. لازم أشوف إذا كان في عندي تلمة معترضة في سوان الأذن، علامة نقص توية كبيرية في واحد الشباب بعد ما يموت عنده فرانك اسمه. الرقبة الوتراء في تنادر تورنر، تنادر تورنر بالغدية أخذتوها مع تضيق برزخ الأبهر، نشوفه كثير. في عندي مريض عنده تضيق برزخ الأبهر، في عندي مريض عنده ويليامز، وعندي فيلي اللي عليه المشفل، زين شفته لازم. علامة تنادر نونان كمان حالة، هيا نشوف. عم بلاحظ هالصدر، الصدر هذا جاي. موضوع التأمل الوجه، هذا الوجه الكوشنجي، هذا الوجه، هذا الوجه القصور الدرق، هو وجه قصور القلب. هاي هذا شو كوشن، هذا كوشن، هذا درق، اثنين درق، هذا كوشن جنبه كوشن. هاي سحنة تاجية، طفح الفراشة. ها سداد في الوداجة، تلاقي نص الوجه أحمر، تعمل سيارة كوزيرة، هلا بنشوفها. هي علامة فرانك، هي علامة فرانك، علامات بتشير نص القوية القلبية، تلمة معترضة في شحنة كوزيرة. كان في سؤال امتحاني في الفورد الأمريكي على علامة فرانك. هاي دورنا ويليامز، تنادر ويليامز ترافع مع تضيق أظهري وفوق أظهري. عم بلاحظ في تنادر ويليامز انه في عندي مجموعة انه جبهة عريضة، الأنف أفطس اللي هو هذا الأنف لو بريج، العيون صغيرة خاصة الحدقة، والتلمة الأنفية بتكون معترضة كثير يعني، الشفة بتكون ناعمة، الشفة العلوية ثين أوبر ليب، ثين أوبر ليب. في عنا الوجه الفاتي الدسمي، ومثل ما قلت الراس بيكون صغير. هاي تنادر ويليامز، ويليامز تضيق صمام، تضيق في بالك ويليامز تضيق اظهري وفوق اظهري، تورنر تضيق برزخ الابهر، تورنر بالغربيه تضيق برزخ الابهر. لازم نفحص العينين، ولازم اشوف اذا كان في عنده شكوك بالابهر، إذا كان في عندي الصدر الزرقاء شوفها. في عندي متلازمة اسمها كيرن سير ترافق مع حصار العضلة القلبية، ترافق هذا كيرن سير، صدر الزرقاء أم لا عطينا كيرن سير، شلل في العضلات الخارجية للعين مع هبوط الجفن، هبوط الجفنين ترافق مع حصارات. متلازمة نادرة بس بنحطها في البال، الشكل لا تنسوه. ممكن في سؤال شفنا واحد اثنين ثلاثة شو هذا؟ بقول لك متلازمة كيرن سير تورنر ويليامز كذا، لازم تعرف بالحصارات كيرن سير. فما تقول في تورنر كذا، في ويليامز كذا، كلمتين متلازمات هيك. أطباء قلبية بتوصل كيرن سير حصارات، ويليامز تضيق فوق صمام الظهري، تورنر تضيق صمام الظهري، اس دي دال. نحن بس هيك نفهم، لكن بتذكر الاشكال هذه. في عندي هون شغله اوضحها، لازم اطلع اذا كان في عنده مريضه جحوظ،
لازم افحص مريض العصب الوطني، لازم اتالم الاف، اشوف الاغشيه المخاطيه، اشوف اذا في عندي زرقه مركزيه وزرقه محيطيه. كيف فرق بيناتهم؟ لازم نعرفهم انه الضغط على الاصابع. الزرقه التفريغيه هي زرقه بتصيب اصابع القدمين وتعرف على اصابع اليدين. بالعكس هاي بنشوفها وين بلقات قناه الشريانيه الساشعه بتطلع من الدور نادر بعد ما بركب على السنجر. الزرقة التفريغية المعكوسة هي زرقة في الطرفين العلويين أشد من الطرفين السفليين، تشير لتوتر المنشأ الهوائية وخاصة مع فرط توتر الهواء في عنا واحد زرقة تفريغية معكوسة بالشكل هذا. الزرقة المركزية تصيب الجلد والأغشية المخاطية للفم، والزرقة المحيطية تصيب صرير الأظافر. هاي الزرقة محيطية ومركزية ملاحظين في اللسان والأغشية المخاطية. لازم اتامل الجلد وخاصه لازم اشوف عندي لويحات صفراء اكسانتوس كثير بشوفوها في المجتمع لويحات صفراء فرط كوليسترول عائلي. لازم اكون اشوف اذا كان في عنده اورام صفر وتريه هي نفس اللويحات الصفراء في ارتفاع كوليسترول عائلي احيانا دفاعيه. فحص الاطراف ما في شيء. يعني متلازمة اسمها هولت اور ترافع مع فتحة بين اليدين لكن عنده تعدد في الأصابع فتحة بين اليدين. يعني بيهمني تحفظ الشيء هذا. متلازمة هولت اور هولت اور فرض متلازمة يا شباب. هولت اور أصابع متعددة زيادة على الأصابع ترافع مع الأيس دي. هاي النقطة بين متلازمة هي حاطة عكسة. هي عكسها فانت جدول صغير حل كل السياسه. طبقه الاصابع لازم نشوف طبقه الاصابع هاي طبقه الاصابع شوفوها كثير في الافات المنشا التنفس خاصه الشيء الغدي والسرطانات لكن هناك بالمحور بشوف الاعراض القلب الخلفيه. طبقة العاده الانسان الطبيعي اللي يساوي سبع علامات الطبقه كل انسان بيحط ايده بوجهه بيلاقي انه في عنده شكل معين الشكل ومعين الشكل بين سرير الظفر وثلوى الظفرية هذا معين الشكل شكل المعين. هاي شو اسم العلامه؟ هاي العلامه علامه طبيعيه هي بتبقرة الاصابع ما بتروح الشكل المعين. شو اسم العلامه؟ كمان شامروس شامروس أنا تحفظ الصدري على شامروس. لازم نجس فحص الشرايين كلها يا بني. الشرايين السباتية والعرضي والكعبي والخفري والمقبضي والمقبوض الخلفي وظهر الخلفي ولازم جسمي الطرفي وشوف صفات النبض معدل النبض طبيعي 60% منتظم ولا غير منتظم سريع ولا بطيء حجمه معبي الضربة ولا لا مقدار قوة النبض قوي ولا لا نبض ممتلئ ولا لا نبض ممتلئ النبض الزيادة في حجم النبض أسباب نبضون فيزيولوجية النفض حجم النبض قصور قلب. فنحن نقول لمريض طالبنا عند هذا الحكي اللي طلبت نسيته هذا المريض لما تسوي لي اصغار سوي جس للشرايين جس السباتي جس الكعبي ما بدي اغيره جس السباتي جس الكعبي هي يعني النبض كلمتين صفات وشو لازم نحفظ السلايد هذا. سالنا 20 طالب طب سنه رابعه هاي السلايد ايش هو صفات النبض؟ نبض طبيعي منتظم سريع ممتلئ ممتلئ نبض ممتلئ بشيء كذا نبض زيادة امتلاء ونبض ضعيف صعبي. هاي فحص الشرايين نص صدري وانت نازل لظهر القدم لازم صغير ثلاثة نبض العجائبي لو النبض عجائبي يزداد حجم النبض اثناء الزفير ويتواضع اثناء الشهيق بالعكس يكون في عندي سيطان تامور اغلب نشوف سيطان التامور وكتاب التامور العصبي
الناحية القلبية. بتسرع عنا وضع كده أثناء الجهد والألم والتوتر العاطفي والقمة ورجفان الأذين والرفرفة وسرع القلب فوق الوطني وسرع القلب الوطني كله سريع. بيتباطا بالنوم والرياضيين بقصور الطرق حاصرات ليش لو كريس ما أدري. خلينا نشوف شوية أشكال الموجودة النبض. كان في سؤال السنة الماضية النبض القافز باوندري والنبض المنخمص كلوباس والنبض الهضبي بلاتيو والنبض الاسفيريوس. القافز يرتفع بشكل سريع ثم يهبط بشكل سريع. بنشوفه فرط نشاط الدرق فقر الدم قصور أظهري بقاء القناة الشريانية سالكة البيدياء ما بنسى بعد هذا بص صام مثل اسمه. إذا النبض القافز ارتفع بشكل سريع بشكل سريع بنشوف فرط نشاط الدرق فقر دم هاي أسباب فيزيولوجية. أنا بهمني أسباب قلبية قصور أبهر و بيدياء. النبض المنخمص يرتفع النبض بسرعة ليصل إلى الذروة ثم يهبط بسرعة. هذاك هيك مثل هيك المنخمص طلع هيك رجع مباشرة هيك. بنشوف القصور الأبهر الشديد اسمه نبض الكويلجا كويلجا. طبعا القصور الأبهر فيه خمس أنواع النبض رح نحكيهم بتفصيل كويس. النبض الهضبي ترتفع مجدى النبض قليلا ثم يشكل هضبة ثم يهبط تدريجيا. يشوف ضيق الأبهر الشديد. النبض المشطور مثلوب يرتفع النبض بسرعة ثم يشكل ذروتين وينخفض. بنشوف القصور الأبهر الصرف وعطيه العضلة القلبية والضخامة. عم لاحظين انه اغلب اشكال النبض اللي بنشوفها في الصمامات سواء كان نبض قافز نبض منخفض نبض هضبي. على صباح ولا بس بالجس هاي نبضة طلع نزل تشغل بين القصور الصرف الشديد قصور الأبهري قصور أبهري الصرف يعني مريضك وصل لمرحلة متقدمة قصور الأبهر ما ترفق مع داء أبهري يعني فقط قصور في صمام كل صمام درسه تضيق صمام صرف قصور صمام صرف داء صمام هو تضيق صمام هذا الزمن الأحوال بس قصور ما هو في الداء. طيب قياس الضغط حكينا عليه بشكل مطول حكينا عن أرقام قياس الضغط وأسبابه مجهود السبب. أنا ليش ما حكيت عن الأسباب السلايد اللي كان موجود هون صحيح 35% مجهود السبب بس حكيت أنا بشكل الثانوي يرتفع في الأسباب الوعائية تضيق سريان كلوي قلبية تضيق غرزك الأظهر كلوية داء الكلية عديدة الكيسات التهاب الكور والكلية هرمون والتهاب الكلية والكبيبة أو التهابات الكور والكلية هرمون أسباب غدية ورم القواتم كون كوشين ضخامات نهايات قصور فرط ضرب وجرح دوائية نانسيتروآي مضادات الاحتقان مضادات الاكتئاب مخفضات هذول الحكي عليهم مانعات الحمل ترفع الضغط. فالاسباب الثانويه اسباب كبيره لكن بشكل نسبه قليله. في عندنا شيء اسمه التكلفه الماديه اللي حكيت قديش بكلفنا مريض ارتفاع توتر الشرايين بكلف بلاوي. يعني هلا السيف ورم القواتم لافحص لب الكظر كون لافحص الالدسترونيه كوشنج لافحص القشر ضخامه النهايات في عندي مريض ضخامه نهايات على فكره قصور وفرط هذول سيف تي فور تكلف مريضي بلاوي. اطلب صوره للبطن اشوف يعني كيسه اطلب تضيق إيكو دوبلا عشان تضيف في شريان كلوي تضيف برزة خرابها على شوف إيكو قلب في كتير. وقديش بيطلع ارتفاع التوتر الشرياني تعداده من ارتفاع التوتر الشرياني الأساسي من ألف مريض بيطلع لي واحد
من 1000 مريض ارتفاع ضغط تفحصوا في عيادة واحد يكون ضمن السلسلة. فحص الضغط الوريدي المزاجي عطينا السنة الثالثة. فحص الضغط الوريدي المزاجي المريض يكون مستقبل زي 45 درجة. هو الضغط اللي بيقيس ضغط الأذين اليمنى. ناخذ زاوية الويس، زاوية الويس نحط مسطرتين، مسطرة بشكل عمودي ومسطرة أخرى من نهاية زاوية الويس لعضلة قدرائية. نشوف المسافة قديش ما بين المسطرة الأولى وجدار الصدر، بنضيف عليه 5 هو المسافة ما بين زاوية الويس والأذين اليمنى، هو الضغط الوريدي الوداجي. الضغط الوريدي الوداجي. We're going to start by assessing Makano's JVP or jugular venous pressure. By convention, you always want to be on the right side of the patient so that you can listen appropriately and see the right side of the veins and arteries. So go ahead and turn your head to the left. And right now, I'm trying to identify where his external jugular vein is, and you can usually see it right here. And then you're looking for the pulsation of the internal jugular vein. So you can't necessarily see the internal jugular vein, but you should be able to see the pulsation of the vein. If you can't, you can use some tangential lighting to take a look. With a comma here, you can't see it. You can see it actually right here in the suprasternal notch. Which is often the case in someone who does not have JVP. It'll be too low. It actually will be in that suprasternal notch and not up in the neck. You could rotate the bed flatter in a more supine position to see if that JVP, if the pulsation moves up into the lower half of the neck. If the pulsation was really high, I would put the head of the bed up to lower that pulsation to the lower mid part of the neck. Since Makano's pulsation is right here, just above the suprasternal notch, I'm going to grab two tools. One is just a straight edge. In this case, I describe a tongue depressor, but you could use a car or any sort of straight edge. And you go straight out, put that horizontal pulsation. وبعدين تاخذ المسطرة الثانية من زاوية الويس لتحت. شوف قديش المسافة. المسافة من 5-4. طب انت عندك من زاوية الويس للأذنية اليمنى 5-9، الضغط الوداجي 9. هكذا يا أستاذ. أنت بيزداد الضغط الوداجي؟ أنت بيخفض؟ الضغط الطبيعي شنو بيكون؟ 9 سنتيمتر من الماء. خمسة إلى تسعة سنتيمتر من الجي بي بي. موجات الجي بي بي. So you see, these are all dilated veins, هذا عنده قصور يعني. هون هيك المريض الوداجي طلع ليش منتبش؟ ما هو هي انتباه الوريد الوداجي. مريض قصور خلف الايمن زي كان انتباه. هيك طلع ليش منتبش كبير. ما حتى مريض متقدم. موجود. هذا انتباه وداجي شديد. الضغط في الاطراف اليمنى عالي جدا. جذر البطني الوداجي بالعود الوريدي ضغطنا على الشرسوف من الجوف السفلي والطرف الداخلي للجذر الوريدي الوداجي علامة مميزة لقصور القلب. تغيرات الموجات الوريدية تغيرات الموجات بتهمنا كثير. هذا الشكل الوريد الوداجي اللي رسم كهربائي موجة RCXVY. الموجات الإيجابية هي A والC والB، الموجات السلبية X والY.
امتى بتتضخم ار؟ بتتضخم موجه ار اسمها موجه ار عملاقه، بتتضخم بضخامه البطين الايمن ونقص مطاوعاته، انت بضيق صمام رئوي او ارتفاع كبد الشريان يعني رئوي. في تضيق مثلث الشريان كل في التهاب التامور العاصر او الانحصار التامور، بتلاحظوا كل المشاكل تكون في الاجواف في اليمنى، يعني صمام ثلاثي الشرف وبطين ودينا يمنى. موجه في كبيره، ملاحظين موجه في كبيره شكلها في قصور مثلث الشرف. غياب موجة A، موجة A بتكون عم، موجة A بتكون إيجابية بشكل كبير. إذا غابت موجة A، هي غابت موجة A، وصلنا CXBY، نشوف رجع فرق الدين. لازم نحفظ الفرق هذا كمان. في كم فرق بين النبض الوريد الوداجي والنبض الشرياني؟ الوداجي اللي موجتين A و B هذول الإيجابيات وغير مسوس، لكن الشريان مسوس. غياب النبض عند الضغط، عند الضغط على الوريد فإن الشريان لا يتأثر. إذا وقف الإنسان والجلد يعني ما بيتغير، الوداجي بيتغير حسب الوضعية. الشهيق لا يؤثر على الضغط الشرياني لكن يؤثر على الضغط الوريدي، بيضعف خيال الشهيق. يزداد ازدياد الضغط داخل الأجواف اليمنى، داخل البطن آسف، الجسر الكبدي الولادي لا يتأثر نظري كمان. لازم تأمل الصدر، أنواع الصدر، صدر قطني، صدر قمعي، في عندك مشكلة. بنجس القلب، بنجس القلب، بنجس القمة والبؤر الرئوية، قمة قمة، هاي القمة، رفع القطنة الأيمن وجس البؤر، كل البؤر دسيناهم هنا هيك دسيناهم، ونشوف إذا كان في هرية ترب تحت ايدنا، معناته في عندي نفخة متقدمة، ليست متقدمة، متوسطة. بتشوف صدمة القمة انت بتزداد وانت بتضعف، تشتد صدمة القمة في تضيق الصمام الثاني والأبهري، وبتنزاح في خصور الصمام الأبهري. يعني بلاحظ الموضوع كله صمامي، بنعلق عليه، قرع القلب ما فيه قرع، الإصغاء نزغي الأصوات، عندنا الصوت القلبي الأول والثاني، انغلاق الصمام التاجي ومثلث الشرف، الصوت الثاني انغلاق الصمام الأبهري والرئوي، انغلاق، استعمل القمع والحجاب، هاي البؤر اللي لازم نزغيها، مو تقول لي بؤر التاجي، بؤر تقول لي هون بؤر الأبهري، الرئوي رئوي أبهري تاجي ثلاث الشرف، ورب ثاني أسفل زاوية القص، خطف الصورة هي، وعلى الورب الخامس الخط الناصف للترقوات، إس واحد صوت القلب الأول انغلاق الصمام التاجي والرب ثاني الشرف، يشتد سؤال امتحان، تضيق تاجي، تضيق أبهري، قصر بي آر، وإذا كان في عندي ورم مخاطي أذيني. في فيديو خاص بالورم المخاطي الكلاسيكية، يعني مثل الكتلة، كتلة ورمية لكن سليمة في الأذين. إذا يشتد تضيق تاجي، تضيق أبهري، يقصر بي آر وورم مخاطي أذيني، ويخفت في القصور التاجي، ونقص النتاج وحصار الدرجة الأولى. Normal first and second sounds can be heard. Each pair of sounds, locked up, will begin with the first sound and end with the second. Listen to these sounds and keep in mind the systolic and diastolic periods of the cardiac cycle. Normally, the first sound is slightly lower in pitch in comparison with the second sound. Drop. Got the club. Drop. At the systole, diastole. انبساط اكبر من انقباض. لوب دوب. هذا الصوت. عم نسمع. هيا نشوف نقول لوب دروب. لوب دروب. لوب دروب. نفخة. خسان. الصوت الثاني غلاف الصماء الأبهري والرئوي بيشتد أو بيخفت. في تضيق الصماء أكيد قصور أبهري ونقص نتاج ويشتد بمركبته بمركبتيه
صوت القلب الثاني له مركبتين، مركبة أفقية، مركبة رئوية ومركبة أبهرية. لازم ميز بينهم. هذا اس واحد وهذا اس اثنين. مرسومة مركبة. لا والله مرسومة. في العادة صوت القلب الثاني في عنده الأبهري، مركبة الأبهرية، بعدين مركبة الرئوية. إيش مركبة؟ يعني عندك انغلاق الصمام الأبهري قبل انغلاق الصمام الرئوي بهنيه بفترة زمنية قليلة. أول شيء مين بينغلق؟ الأبهري بعدين الرئوي. طيب هاتي عن مقلب بيجي هيك، بيجي هيك لو مركبة هيك أبهري تماما ورئوي. هذا اس واحد، هذا اس اثنين. هاي المركبة الأبهرية اسمها A، هاي الرئوية P. طيب يشتد الصوت الثاني بمركبته الرئوية، بمركبته الأبهرية A، إذا كان عندي هايبرتنشن، وبمركبته الرئوية في حالة ارتفاع الضغط الرئوي بولمنر. يعني ارتفاع الضغط بيشتد اس اثنين أبهري ولا رئوي. هلا أنا ما بهمني، بهمني سبلايتنج، انشطار. انشطار في عنا شيء اسمه انشطار فيزيولوجي بالصوت الثاني، في انشطار فيكس ثابت، في انشطار عجائبي أو تناقضي. انشطار فيزيولوجي هو في الحالة الطبيعية نسمع المركبتين، مركبة الصوت الثاني أثناء الزفير كصوت واحد، لكن في أثناء الشهيق صوتين منفصلين، وعادة ما يلاحظها عند صغار الأطفال. يعني بالعادة بنسمع اس اثنين تكة واحدة في الشهيق في الزفير، لكن في الشهيق بالعادة يكونوا اثنين منفصلين، يكون هيك يعني في مسافة بيناتهم. هاي حالة فيزيولوجية. طب في انشطار ثابت على طول في مسافة بيناتهم، بقاء الصوت الثاني منقسم في الزفير والشهيق، هذا بنشوفه وين؟ في الـ R S D، الفتحة بين الأذنتين. إذا هو نحن بنشوف الانشطار الفيزيولوجي في حالة الشهيق، لكن إذا شفناه في الشهيق والزفير فهو R S D، هذا انشطار ثابت. طب انشطار تناقضي، تناقض يعني تجي المركبة الرئوية قبل الأبهرية، بالعكس أو عجائبي الانقسام، فتسمع انت الصوت الرئوي قبل صوت الابهري، وهذا بنشوف في حال حصار القوسين الايسر التام ال بي 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 كومبليت، وبنشوفه في تضيق الابهري بولمونري ستينوزيس، وبنشوفه في اعتلال العضله القلبيه الضخامي اعتلال العضله القلبيه الضخامي. هذول ما بننساهم. إذا في عندي المركبة الصوت القلب الثاني له مركبتين A و B، في الحالة الطبيعية الـ A قبل الـ B، في الحالة الطبيعية الـ A قبل الـ B في الزفير، في الشهيق شوي بيتباعدوا، لكن تباعد بيكون أكبر في حالة الـ A S D. هذا نسميه شطار ثابت، لكن بيكون عجائبي لما بتجي البي قبل الا، عجائبي البي قبل الا. هذا بنشوف اذا كان عندي حصار غصن اي سرتان تضيق ابهري وعتلال العضله القلبيه الاخرى ما بننسى. اس 3 اس 4 حكينا عنه، هي اصوات انبساطيه. اس 3 بعد اس 2، اس 4 قبل اس 1. الصوت القلب الثالث هو ممكن يكون فيزيولوجي عند الشباب خاصة الأصحاء والرياضيين والحمل والحمى. مرضي في قصور القلب الأيسر وقصور تاجي. إذا S3 بنسمع في قصور القلب التاجي لما يكون مرضي. دائما في القصورات بنسمع S3، لكن قصورات متقدمة صراحة. S4 قبل S1 هو مرضي حكما. حكما مرضي. وعبارة حالات نقص متعاطي القطيع الأيسر، بتشوف ارتفاع التوتر الشرياني الجهازي، تضيق أبهري، اعتلال العضلة القلبية ضخامة،
حالات نقص المطالب ارتفاع التوتر يعني رئوي تضيق رئوي. عندكم تشوف ايمن او ايسر. هاي اس 3 اس 3 اس 3 اس 3 اس 4 جالوب اسمه جالوب. هون بنسمعهم بصراحه بنسمعهم على قمه القلب احيانا بسيطه. بعبر عن قصور القلب وقصور الصمامه فحص المريض القلبي المثالي. هذا فحص المريض القلبي المثالي يعني كلها تنوع حصيلة. تعرف عن نفسك شوف شو تفحص بشكل مثالي. شو إذا في عنده زرقاء في الكلية عنده نزوف على مدى تبقى الأصابع إذا كان عن شرق الخلفية على سوق النبض الشعب إذا في تشوهات في القلب مزرقة أو مزرقة أو غير مزرقة أو الجسم over the right radial artery at the wrist as shown. Assess rate, rhythm, and multiply this one to get beats per minute. Raise the patient's hand above their head. Use an appropriately sized cuff. The center of the bladder should be positioned over the brachial artery. The arm should be comfortably supported about heart level and free of tight clothing. The patient should be lying or seated and rested. I'll paint the brachial pulse as you hit the cuff. The point at which the pulse becomes impact is a rough estimate of the systolic pressure. Inflate the cuff by a further 30 millimeters of mercury and then listen over the brachial artery with the diaphragm of your stethoscope. With the cuff inflated above systolic pressure, you should not hear anything. Slowly reduce the cuff pressure by 2 to 3 millimeters of mercury per second. Note the point when you start to hear a tapping sound. This marks the systolic blood pressure. Continue to deflate the cuff. The point at which sounds are no longer heard marks the diastolic blood pressure. There are some more subtle features to the clot cough sound, which are described in detail in the textbook. I'm just going to press gently on your neck. To feel the carotid pulse, press gently backwards with the thumb tip between the larynx and anterior border of sternocleidomastoid. It is a good idea to do this with the patient recumbent and then one side at a time. To look for the jugular venous pulsation, start with the patient lying supine at 45 degrees. Could I get you to turn your head very slightly to the left hand side? Make sure the patient's head is resting comfortably so that the neck muscles are relaxed and look across the neck from the right hand side in good light. JVP is the vertical height of the top of the pulsation above the sternal angle. Do you have any pain in your tongue? If uncertain, you can use the jugular reflex for occlusion. Identify the JVP. Inspect the precordium with the patient sitting at a 45 degree angle with the shoulders horizontal. The surgical scar, including the left thoracotomy, visible pulsations, chest and pulsation. Lay your whole hand flat over the precordium to obtain a general chest. Locate the apex and lay your fingers on the chest parallel to the rib spaces. Describe the most inferolateral position where the pulse can be felt. This is normally in the fifth interspace.
and or medial to the midclavicular line. You should also know the character of the apex beat. Breathe out and hold. Feel the right ventricular heave with the heel of your hand in the left peristernal position. Feel the thrills with the hands and the fingers at the apex. And breathe sternal edges. A thrill is a comfortable vibration. If you subsequently hear a murmur on auscultation, you should go back and feel for a thrill in order to grade it. The bell of the stethoscope emphasizes low-pitched sounds, such as the normal heart sounds. The diaphragm is better for higher-pitched sounds. At each site, identify the first and second heart sounds. Assess their character and intensity. Note any splitting of the second heart sound. Feel the crotchet pulse with your thumb to time any murmur. Concentrate in turn on systole and diastole. Listen for added sounds and then for murmurs. Soft diastolic murmurs are sometimes described as an absence of silence. Listen to the precordium systematically, the bell and the diaphragm. Listen at the apex, where you felt the apex beat. This is a good site to hear mitral murmurs. The lower left sternal border is the best place to hear the murmur of a BSD, among other things. The upper left sternal border is the best place to hear pulmonary valve. إن شاء الله بعد عندنا ست ساعات نهار الخميس الساعة 12 الساعة 3 أو الساعة 1 للساعة 4 ساعة ونص بساعة ونص أو ساعة بساعتين طوارئ وقلبية بعد العيد قبل الساعة 4 خلص.